نروح لتفاصيل مران فريقنا ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن أسامة نبيه. برنامج بدني للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح الجمعة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة غدا في الدوري. وخاض لاعبو الفريق تدريبات داخل صالة الجيم بمقر النادي، وده لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل وعمل على علاج الإرهاق العضلي في ظل ضغط المباريات. كمان حرص أسامة نبيه المدير الفني للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح الجمعة استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة. وطلب كابتن أسامة نبيه اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة والتركيز فقط خلال التدريبات من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح والانتصارات. وأكد كابتن أسامة نبيه للاعبين إن المسؤولية على عاتقهم كبيرة وهم لعيبة كبار وعندهم من الخبرات لتخطي أي عقبات. وأشدد على ضرورة الفوز وحصد 3 نقاط في مواجهة فيوتشر المقبلة. كمان حرص المدير الفني للفريق كابتن أسامة نبيه خلال الجلسة على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء المقبل. طبعا إن شاء الله تكون بداية موفقة جدا للكابتن أسامة نبيه. كابتن أسامة نبيه مش غريب على فريق نادي الزمالك، عنده المفاتيح كلها، حافظ الفرق كلها، عارف نقاط القوة عنده، قاري الفريق بشكل كويس جدا. كابتن أسامة نبيه بقى كمان من الناس اللي اتدربت وتدرجت في التدريب، حتة انه يدرب مع مديرين فنيين كبار دي حاجة تضاف له. ما ننساش الفترة المهمة جدا مع منتخب مصر وانه كان موجود مع كوبر، وصلنا كاس العالم وكان هو ليه دور مهم جدا ودور محوري في صعود مصر مع منتخب مصر في الصعود لكاس العالم. كابتن أسامة نبيه ان شاء الله باذن الله يحقق اللي بتتمناه جماهير نادي الزمالك، وثقتنا كبيره فيه جدا، مدرب وطني عنده من الفكر اللي خلينا نثق فيه. نروح لخبر تاني من عند كابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك. وضع برنامج تدريبي خاص لرباعي حراس المرمى محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم والسيد عطيه على هامش المران بالامس استعدادا للمباراه المقبله. وقسم كابتن ايمن طاهر البرنامج التدريبي الخاص بالحراس الى فقرتين، تضمنت الاولى تدريبات بدنيه وتاهيليه قويه تم خلالها استخدام بعض الادوات الرياضيه، وده لتجهيز الحراس بالشكل البدني المناسب. وجاءت الفقرة الثانية كانت فنية وخططية من خلال تدريب الحراس على التعامل مع التسديد من جميع المسافات وكافة الأوضاع، بالإضافة للكرات العرضية والحصول عليها بالشكل السليم والمتقن. كما تم التركيز على عمل تقسيمة مصغرة شارك فيها كابتن أيمن طاهر لتدريب الحراس على التعامل مع بعض الكرات باعتبار حارس المرمى لاعب وليس حارس، وحرص كمان كابتن أيمن على عقد اجتماع فني مصغر مع رباعي حراسة المرمى ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة بجانب أمور أخرى كانت تحفيزية استعدادا للفترة المقبلة. كمان وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة دكتور محمد أسامة برنامج علاجي وتأهيلي خاص للتونسي حمزة المسلوسي الظهير الأيمن للفريق بسبب الإصابة اللي بيعاني منها في عضلة السمانة. منح الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن أسامة نبيه راحة سلبية للاعب من التدريبات امبارح على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة. وبيقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحص دوري للاعب من أجل الاطمئنان عليه حتى مرحلة التعافي التام من الإصابة. كمان اطمن الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن أسامة نبيه على محمود عبد الرازق شكابالا قائد الفريق في ظل الوعكة الصحية اللي بيعاني منها كابتن شيكابالا بعد إصابته بنزلة برد قوية اتسببت طبعا في غيابه عن التدريبات في الفترة اللي فاتت، وكمان غيابه عن لقاء غزل المحلة الأخير. الجهاز الطبي بيجري دلوقتي بعض الفحوصات لكابتن شيكابالا لاطمئنان
على حالته، ومنح كابتن أسامة نبيه الإذن لكابتن شيكابالا إنه يستمر ويواصل البرنامج العلاجي داخل منزله حتى يتعافى بشكل كامل ويعود للمشاركة في التدريبات خلال الفترة اللي جاية. سلامات يا كابتن شيكا، وإن شاء الله ترجع من الدور البرد ده بإذن الله أفضل وأحسن. كمان ألقى كابتن أسامة نبيه المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده كان على هامش ميران الأمس الجمعة استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري. منح كابتن أسامة نبيه تعليمات فنية للاعبين بجانب أدوار تكتيكية خاصة لهم في إطار الاستعداد للقاء المقبل. وبعد المحاضرة قام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لأداء فقرة خططية خاصة، تولى كابتن أسامة نبيه مجموعة منهم، في حين تولى كل من كابتن أحمد عبد المقصود وكابتن حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين قيادة المجموعة الثانية، وتم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة لعب الفريق أمام فيوتشر.